أيضا إذا أردت أن تعرف المعنى الحقيقي للزحام والتكدس البشري عليك أن تشاهد الفيديو الذي نقلته صحيفة المترو البريطانية لواحدة من الظاهرات المألوفة في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ أنه على الرغم من تقدم وسائل المواصلات اليابانية للغاية والبنية التحتية بصورة عامة للدولة، إلا أنك ستشاهد موظفين يقفون خصيصا في محطات المترو ويرتدون قفازات بيضاء، ومهمتهم تتمثل بحشر الركاب في عربات المترو حتى يمكن للباب أن يغلق وينطلق المترو برحلته بسلام. نتابع.次の電車までお越しください。次の電車までお越しください。どうします。